السبت الاهلي وبتروجيت مباراه مهمه جدا، ماذا ينتظر الاهلي فيها وماذا عن الفريق البترولي الكبير اللي الحقيقه صاحب بصمه مؤثره وواضحه في الدوري المصري منذ صعوده؟ اتقال في الفتره اللي فاتت كلام كتير، بيان طلع اداره بتروجيت تطالب بحكام محايدين، اداره بتروجيت تتحدث عن اتهامات ضمنيه او اتهامات مبطنه، عشان كده يمكن انت حضرتك طلبت ان نتواصل مع المهندس محمد فؤاد احد اساليب الضرب تحت الحزام مستمره، المشرف على الكره في نادي بتروجيت. يا باشمهندس مساء الخير. يا فندم. باشمهندس مع حضرتك، مساء النور يا فندم. تحياتي المهندس. اولا اسفين ان سهرناك، بس هي الفقره يعني كان لازم تيجي في سياقها يعني، ونشكرك على حرصك على التواصل لان تقول لنا الحقيقه هذا الموضوع الاول. اول حاجه احنا بنقول الف سلامه للكابتن محمود الخطيب ويوصل بالسلامه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. رمز من رموز الكره في مصر يعني. ان شاء الله. الله يسلم حضرتك. احنا نحب نوضح ان مجلس اداره بتروجيت نادرا ما يصدر عنه تصريحات. واحنا في الموضوع ده بالذات ما صدرش عننا اي تصريحات، وبالعكس احنا كلفنا مدير الكوره. ده قيل انه مش تصريح، ده قيل انه بيان. لا ما طلعش اي بيانات، لم يصدر اي بيانات عن مجلس الاداره او عن المركز الاعلامي. وكلفنا بعديها بيوم اول ما الموضوع اثار يعني كابتن حماده انور ان هو يتصل بنفس البرنامج اللي طلع فيه، وطلع فعلا في الراديو كابتن حماده انور وقال بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح ان مجلس اداره بتروجيت لم يصدر عنه اي تصريحات او بيانات تخص الماتش او تخص النادي الاهلي. واحنا يعني احنا مجلس اداره بتروجيت في تعاون مستمر دايما مع النادي الاهلي وعلاقات طيبه. احنا يمكن اخر صفقه بين بتروجيت والاهلي كان كابتن محمد الشناوي، ومتهيألي كان موضوع سلس جدا وكنا متعاونين، ما كانش في اي مشكله. سبقها ناصر ماهر كان موجود اعاره عندنا في بتروجيت وكان برضه تعاون مثمر جدا. النهارده الصبح كان في اتصال مع سياده العميد محمد مرجان بخصوص التذاكر والدعوات، وما اعتقدش ان كان في اي مشكله، بالعكس التذاكر وصلت للنادي الاهلي. طلب عدد دعوي العدد الدعوي اللي طلبت من النادي الاهلي وصلت في نفس الوقت. فاحنا مجلس اداره متعاون مع اغلب الانديه، ما عندناش مشاكل، نادرا ما بنطلع تصريحات، متعاونين مع اداره الاهلي سواء السابقه او الحاليه. ما يعني ممكن الموضوع ملوش يعني ما يعني الحقيقه انا اشهد بهذا، يعني ناس بتشتغل باحترافيه شديده وناس بتتعامل باحترام، ولا اتصور وانا كنت متاكد ولما اتصلت بحضرتك يعني استطلع الامر، كنت سعيد جدا لما اكدت لي ان ده كلام غير حقيقي ومدسوس ويعني من باب العبث في العلاقات، وهو الدليل ان حضرتك الساعه 12 اهي وحريص تطلع وتسهر عشان توضح هذه الحقيقه اللي احنا يعني بنقدر جدا هذا الكلام، وقدر علاقتنا بكل أندية خاصة الأندية اللي بتبادلنا الاحترام، وبإذن الله يعني مزيد من التواصل من أجل كرة القدم وتدعيم العلاقات بيننا وبين بتروجيت وأي نادي تاني. متشكرين جدا فندم. أنا اللي بشكرك. مباراة كويسة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس محمد فؤاد المشرف على الكرة في نادي بتروجيت.